عفا ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا. اللهم اجعلنا مطمئنين بوعودك وسعداء بمحبتك وحريصين على المطور بين يديك بكل الآداب التي تستحقها. أنت السيد بالمطلق وأنت الحبيب بالمطلق وأنت المتوكل عليك بالمطلق. ربنا عرفنا بك حتى نتقن محبتك والتذلل إليك يا ربنا. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من وبركاته ورضوان. الآن إن شاء الله تعالى استعرض إلى 3 آيات من سورة المائدة قبل سرعي، خاصة الآيتين الأولانيين. ملا أطلب منكم باش تركزوا على ما فيها من إنذارات، خاطر السرقات اللي ولات ضخمة عن طريقة ربما أقوى من طريقة الطليان، من الإجرام، الإجرام اللي كان في أمريكا اليوم ولا حتى في تونس. تونس ولات مافيوز طريقة رهيبة، والشعب هذا ما دابوا ما عرفش ربي، مش يخرج من الورطة دي. أجي يقول ربي في الحرب، خذوا ما يحاربوا يا ربي، راهو اللي ياخذ فلوس ماهيش حق لي، فهو دخل في حرب مع الله وشد صحيح باش يزيد فلوس. رد بالك، يعني متعنت في حربك لله، مش حكاية سهلة. وهذا أقول لكم تابعوا وقرأوا الحساب، الآيتين هذوما قرأوا الحساب قبل أن نحق عليكم القول. شكور إنما يعني تقريم لله الحاكم، فماش حاكم غير، كل من يدعي أن يكون حاكم وهو لا يعترف بحكم الله فلا خير في حكمه، بل يلزم الشعب اللي يحكم في هذاك يتبرى منه ويحاربه. ما دعمناش بكاش اللي مش يغض الطرف ولا يخاف منه، فربي سينكل به في أقرب الأجل. ولو كانت شعوب بالمليار ذوات، ربي لا يعجزه أن يعذب مليارات مليارات من الفاجرين والخالعين لغير الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله محمد عليه السلام، لا كما تظنوا، لا يقبل أي ظلم، ولا يقبل أي سفك دم بغير حق، ولا يقبل أن لا يكون أمن في أي ديار. محمد جاء عليه السلام يؤدى الأمانة، أمانة السلام والمسؤولية أمام خالق الأنام. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويسعون في الأرض فسادا، يعني ناشطين بل يزيدوا فسادا على فساد. ربي سبحانه وتعالى خلق النظام، خلق العدل وأمر به وحرم الظلمة، حرموا حتى على ذات العليا سبحانه وتعالى. أنتم ملا شيتوا في الطرف الآخر باش في بالكم تكونوا من الفائزين ونعمتكم دائمة، لا أبدا والله، لا تراه النعمة، لا أمن ولا قدر ولا حرمة ولا كرم، وسترون ما لم يكن في الحسبان. لذلكم مسيرتكم هي أتعس من مسيرة من سبقكم، مافيا كله الأمريكية ولا الطليانية ولا غيرها، تولت مافيا تونسية بالعياذ بالله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، يعني لا تأخذنا في تعذيبهم أي ما حرجت، هذا قانون المولى، من ظلم ولا عدوان إلا على الظلم، لابد أن نعتدي عليه لكي نخلص الناس من شره. وشر خذا الأموال كلها، مش خذا الأموال فقط، خذا الذمم، خذا الأرزاق، خذا ما خلا معمل، واستهتر بالأمة وتفسخ عليها، وما عتباش أمة، ما عندهاش حق، ما عندهاش مستقبل،
توين وصلتوا؟ نزعتوا من الشباب حب وطنهم حتى يخرجوا، حتى المجمرات في دمنا وفي دمنا خرج. ليش؟ لأنه ولا يكره الوطن. لماذا؟ لأنه الكلاب القطاع الطرق هم اللي كانوا سبب في البؤس الذي غرق فيه الشباب، وكنا سوء تدبير وغيبة بن علي في أمور تخص التربية وغيابها وقلبها إلى سوء تربية، هو اللي خلى الخلطة هي توصل الشباب أن يكرهوا أوطانهم ويجعلوا كل وسيلة يستدينوا باش يحرقوا. ويقول لك أنا مستقبلي في الخارج، يستغني رومي عكري خير يستغني من يدعي الإسلام بباطل، وأنا ما جاوش كلوم هذا حق حقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا حق ورأه طالبه، هو طالب حقه أنه ربما يرجع بعد تلي ترجع الأمور كما يجب ويعيش في وطنه ويذود عنه ويكون من خير البنائين للتوانسة إن شاء الله تعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كونترولاتيرا مامبرس بيرو دروا مامبر أفيرو جوش. هذا تعرضنا للآية دي عدة مرات، هذا سأسرع. أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يخزيك ربي يبطى عليك سخطه، ينزل منك الصلاح خطرتي في الطلاح غرق فيه وانت تخرج من الفايزين. أنا طيارة في صريخة الأمة، يرى أمة في الغمة كلب المتحيز. أو تقطع أيديهم أو رجلهم بالخلاف أو ينفخ، خاصة أنك لي موجودين في مناصب وتعرف مناصب على الحدود ومناصب في الوزارات، تغلبكم موزورون يعني ما تحيوش. شكون منكم يتنظيف الدار كله وتقولوا يدينا نظيفة؟ ما كلها ملام ملطخة بالدماء وبالسرقات وبالكذب، وعينيكم تخونكم وألسنتكم تخونكم، وعلنا ما نقوله لهم علم الخناة من القرآن ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عنا من الفراسة ما يكفينا باش نفهموه مفتضعين. وكذا اللص يقول خذوني. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا شوف رحمة ربي ما وسع رحمة ربي ورحمته وسعت كل شيء حتى في جهنم، فما رحنا إليه يا خضر. يجب ربي يزيد يصعد في التعذيب، شيء رهيب شيء كبير ياسر، ولكن جعله بمقدار. وربما إلى حين ربما بعد تلي ربي يكمل لهم عذابهم من جهنم، ربما من فضله يدخلهم الجنة الله أعلم لا ندري. خضر ربي يقول في آية ما دامت السموات والأرض العذاب ذاك خلود فكل حدود هذيك والله أعلم. أعلى ننشر العمل في الله ورحمته وسعت كل شيء، ربما تسعى من هم أهل النار في البداية. الله أعلم، حنا لا ندعي علما، نقول الله أعلم. وهذا آداب إسلامية لا فلاح بدونها ولا نجاح إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. بعد مش ركز على الآيارية في الفيديو التالي إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سلام على من اتبع الهدى.